بوت يلي عم يحقق فوز جديد لإله بالبطولة، واحد من نجوم المباراة هايك جوكشانغ يلي صار حتى هايك مباراة صعبة كانت عليكم بالرغم من غياب علي حيدر، صعبوه عليكم كثير دينامو، ما قدرتوا حسمتوها غير بالكوارتر الأخير. نحن مستنصرين هالشغلة لأنه الشباب والله حطوا دبل دي افورت لأنه عم بيلعبوا بلا حل على حيدر، بس بالاخر هن في لعيب منتخب هن لعبوا سمول بول يعني كمان فريقهم كثير منيح، اللعيبه عم بيلعبوا عم بيحطوا شوطاتهم بس ما قدروا يداينوا معنا 40 دقيقه، والحمد لله نحن لعبنا سمارت باسكتبول بالاخر وحافظنا على الفرق والحمد لله ربحنا. انت المستوى اللي عم تقدمه هالموسم عم تنافس على افضل سكورر بالليج، على افضل ريباوندر بالممكن، بدك نقطتين لتعدل الافرج يلي عنده ليه؟ وحياتك وحياتك مش عارف شو عم يصير، مش عارف اهم شيء انه هلا بنضل عم نربح بنضل الوينش. انتوا على ارضكم انتوا والرياضه مش خسرانين على ارضكم اذا كملتوا هيك، والرياضه جايين لعنا وان شاء الله نقدر نربحهم ونكون هوم كورت ادفانتج شو قد البلاي اوف لانه بنعرف قد ايه مهمه بالبلاي اوف. فها هي شو رايك بكبسه سيرجيو اليوم؟ انت عملت له السكرين فتحت له الطريق. واو صار من اول جيم عم بقول له تاك 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 والحمد لله بالاخر فهم سيرجيو. ايوه سيرجيو قرب سيرجيو.